وبنهاية مشوارنا الصباحي وصلنا لمحطتنا الأخيرة. وقت منقول العطاء فنحن اليوم عم نحكي عن الأم السورية، الأم السورية اللي ضحت بأغلى شيء بحياتها، ضحت بابنها. اليوم كثير من الأمهات السوريات أو معظم الأمهات السوريات هن شريكات بالألم وشريكات بالفقد لأبنائهم، لأخواتهم، لأهلهم، للأقارب. اليوم إذا نحن مشينا بأي محافظة سورية هدي، بأي شارع من شوارعنا بالمحافظات السورية، بنشوف صور شهدائنا مزيني الشوارع. يعني بالحرب الأخيرة يعني فقدنا كثير للأسف من الشباب، وكانت الأم هي، خلينا نقول رغم أنها كانت الحلقة الأضعف، ولكن هي كانت الحلقة الأقوى بعطائها وإيمانها بالقضاء والقدر. أكيد، يعني فينا نقول رشا أنه اليوم ضيفتنا هي نموذج عن كثير من السيدات السوريات يلي فقدوا أبنائهم خلال سنوات الحرب. كان وجعهم واحد، كان حزنهم واحد، قدروا يحولوا من الألم للأمل والعمل والعطاء أكيد، وأعطوا دروس بالصبر، بالتحدي، بالإرادة. نعم. فكتير اليوم صبروا على فراق أولادهم، وأيضا فينا نقول أنه كانوا مثال لكثير من السيدات بالقوة والعطاء. نحكي أكثر مشاهدينا عن ضيوفنا اللي صاروا معنا ضمن الاستوديو. بدنا نرحب بالسيدة ريما مبارك وهي أم شهيد، أهلا وسهلا فيكي. وأيضا مشاهدينا ضمن محطتنا الأخيرة في مساحة للشعر، رح نحكي مع الكاتبة الشاعرة رنا العسلي، نحكي عن الشهادة والشهداء بوجدان الأدب السوري المعاري. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. صباحكم فل، شكرا لكم. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا بحضرتكم. ستريما، بداية بدنا نترحم على روح ابنك الله يرحمه، ومن القديسين أكيد مع كوكبة الشهداء اللي فقدناهم بالحرب الأخيرة. خلينا نتعرف عليك أكثر، نتعرف على استشهاد ابنك. إيه ما تستشهد وين؟ هلا انا مدام ريما مبارك، صرت بعد وفاه ابني صرت سيده اعمال ونجحت بحياتي من وراء شهادته على فكره ووضعنا وتصميمنا. ابني راح عسكري، كان عم يدرس كمان هندسه، طلع له بالقنيطرة عنا، بس قال بدي يروح ويتطوع رغم انه كان بكير عليه وهيك، وقال انه بدي كفي، يعني انه الشباب كله عم بتروح البلد وما بصير نتخبى وما بصير، ام قال بده ينزل يروح يتطوع. اجي يتطوع بالامن العسكري وصغير، كان هو عمره 18 سنة، عمل دورة راح على فرع فلسطين وهيك، قام طلع معهم مع دار الزور. أكيد، يعني بعد سنتين تقريبا، استشهاد سنتين ثلاث سنين مو أكثر، طلع على دار الزور مهمة تحاصره، يوم النصر ابني استشهد. كان دماؤه هو قربان ل، كان في لقاء الأخبارية ما بعرف أنه قناة من الأقنية بدها تفوت تصور النصر، فبقى في ألغام وفي أماكن كثيرة هنيك خطرة، فهو قال أنا اللي بدي آخذهم. إجا مشي قدامهم، شوف يوم النصر وبعد حصار وجوع وعذاب كتير، كان يدفن رفقاته بالمطار العسكري بدير الزور قد ما رحلهم رفقات، بس هو إمتى استشهد؟ يوم النصر. مش زين هذا النصر وكبر. صحيح. هذا النصر بدمائه، يعني دعس على لغم وفات جوا هاد وفات وصوروا، وهي نحن عم نستنى الله يرحمه. يعني سيدة ريما، فينا نقول اليوم انه بيقولوا انه رب العالمين بيلهم الصبر لام الشهيد. صح. خلينا نحكي اكثر اليوم، انت بعد كل شيء مرقتي فيه من ظروف صعبه، يمكن فتحتي مشروع خاص فيكي وساعدتي كثير من السيدات اللي مرقوا بالظروف. نعم. اللي كنتي فيها، خبرينا اكثر عن هذا المشروع. هلا نحن عندنا بمحافظتنا كثير بعد هي القصص صاروا يدعموا النساء حصرا، يعني فبقى ان كان وزارات الزراعه والشؤون والعمل كلهم ما قصروا معنا، دعمونا، عملوا لنا دورات، بلورونا، يعني علمونا شغلات كثير غصب عنا. اول فتره صعب عليك انه تطلعي ضمن حرب وكذا، وانه رحشي غالي عليك، بس اذا بدك تموتي تقعدي ببيتك وتستسلمي لانه ما في مجال، يعني اما تقبلي او ما تقبلي. فنحطينا على المحك، طلعنا استضافوني ضيفة شرف بدمشق معرض من المعارض، وما كنت مقتنعة بالشغل كله، بعدين دورات إدارة محاسبة تسويق شو بدكم ندعمكم نعمل لكم، وهي بلشت من هون، وما كنت مقتنعة ولا عاجبني المشروع أبدا، وكان بداية خير والحمد لله. اليوم أنا سيدة أعمال بمحافظة القنيطرة، فتحت مشروع وحدة تصنيع صغيرة، بلشت صنع حصرا، ركزت على الأرامل والأيتام وذوي الشهداء، عملت جمعية صغيرة هي جمعية الشهيد باسل هو ابني، بدعم حتى العساكر، يعني وين بلاقي حدا بحاجة، كان أهله، واحد مقترب أنه بيروح عسكري مثلا على منطقة تانية، كتير بحترمهم وبقدرهم، أنا بروح على الحواجز ووقف عند الحواجز من ضمن وجعك هذا اليوم أبدا. أي فصار بحس كلهم صاروا أولادي وكلهم أهلنا، دائما بقول لهم، وقفوا بقول لهم أنتم كدرتكم على راسنا،
لو ممكن نحن اليوم معنا هون، من ابني لإلكم يعني، من اكبر من اصغر عسكري الى اكبر عسكري. الله يحميهم ويحمي رجال الجيش. رح نرجع نتوسع اكثر بمشروعك ونحكي تفاصيل اكثر. نعم. بس ننتقل لست رنا، حضرتك كاتبه وقاصه، ودائما الشهداء لهم الجزء الاهم بالشعر وبالوجدان. شو حابه هيك اليوم تسمعينا؟ رح سمعكم شيء عن الشهيد، الرحمه لارواحهم والمعافاه ان شاء الله الكامله للجرحى. انا كاتبه شيء عن الشهاده في الموعد العاشر. في الموعد العاشر اختل وزن الروح. نعم. وترامت رعشات الوقت تتطهر من انهمار الحزن. أطياف حلم قد ولت وسحر أخفى ملامحه. نعم. اغتسل العمق فانبثقت شجيرات تتثاءب وتنفض غربتها. في الموعد العاشر عاف الطريق ملامحنا والعطر ولا مختبئا، وأنا أطبطب على صبري كي يسكن إلي كي أنسى. في الموعد العاشر عانقته فسقط صهيل موعدنا، لهفة غفت على سفح يشترع برودة الإسفلت، وابتعدت ملامحي محتارة. تصفعني نظرة قد جنت، أقف في وقتي صامتة فالصخب في نبضي أعياه. في الموعد العاشر قد اجتزنا آهات الشوق واللهفة، وبقينا جدرانا مقهورة يركبها الزمن بلعنته. في الموعد العاشر جثمانه يرتوي من دمع قد جفا، أسير أصابع ترتجف وهوية لسانها قد ابتلعت. في الموعد العاشر ودعته وأودعت قربه نبضاتي، وبقيت على صوت ذهولي أتقاسم الموت والعزلة. يعني يسلم هالتم، يعني احنا دموعك غاليه علينا ونحن اليوم فخورين يعني فيها. اكيد فخورين فيكي وحبيناك تكوني معنا ضمن صباحنا لناخذ منك القوه، لناخذ صحيح. منك هذا الاصرار كرمال كل ام شهيد اليوم عم تشوفنا تتابع مسيرتها. دموعك اليوم لازم يكونوا دموع فخر واعتزاز، لانه اليوم باسل مثل كثير من رفقاته الشهداء اليوم هنن الاحياء ونحن الاموات بالنهايه يعني. فدموعك كثير غاليه وما بدنا نشوفها، بدنا نشوفها دموع فرح وعزه مثل ما قلنا. يعني سيدة ريما، كنت عم بسألك قبل الهواء أنه عندك حضرتك أحفاد، خبرينا اليوم كيف أنت بتقدري تشرحي لهم اليوم عن مفهوم الشهادة، كيف ممكن تزرعي فيهم قيم الوطنية القيم الاجتماعية المهمة؟ لا كل الأولاد أحفادي وخصوصا أولاد العساكر اللي هلأ كتار حوالي ضمن شغلي، أبائهم مناطق تانية عم يخدموا كلهم صغار يعني، فبقى على طول أنا بحفز يعني. حتى ابني نحن زرعنا فيه حب الوطن. نحن كثير باول الازمه ناس كثير قالت بدكم تسافروا تروحوا تجوا، ما رضينا نطلع. لما اجى قال بده يروح يتطوع نحن ما وقفنا بطريق، خيرنا دراستك كذا، قال لا البلد بحاجتي، اجوا بدهم ياخذوا الكبار. ام ابو بده يروح، قال بابا ما بيروح انا بروح بداله. فهيك احنا عم نزرع روح حب الوطن، ولهلا ولليوم ولبكره. حتى انا بارضي ببلدي كثار بيقولوا لي ليش عم تشتغلي، ليش عم تتعبي انت يعني، بتعيشي فيكي تعيشي برفاهيه؟ ما عندي يعني، انا مثلا عندي هلا صبيته ام هالبنات، انه ما في داعي. بس انا حسب مسؤوليه تجاه بلدي، كثير صار لي 4-5 سنين عم جاهد ببلدي ومالي اني مضطره، بس ما في انا خلص. شهادة ابني كانت حافز لنا، بتطلع من الظروف الصعبة بتقوي الناس اللي حواليك. كتار هلا من امهات الشهداء شجعوا وعم يشتغلوا معي وبلشوا ينطلقوا، وعملنا لنا اسم بالمحافظة وبدمشق بكل مكان، وشغلنا عم يتوسع وعم ندعم هيك على المصغر يعني ذوي الشهداء قد ما بقدر. انا اول الازمة كنت استنى السلة الغذائية، هلا كنت عم بحكي مع ضيوفكم قبل بشوي انه مو المهم انه احنا نستنى السله الغذائيه، بدك تسعي انت تقدميها. صحيح. كنت اخجل اول ما استشهد ابني يقولوا لي روح خدي السله الغذائيه، يعني انه بتطلع لك هي. ما بروح، ضليت سنه كامله ما بروح. بعد منا صرنا نشتغل وندعم حالنا، ندعم اللي حوالينا، نحن نقدمها للناس، وحطينا ايدنا بايد بعض، والحمد لله اليوم كثير مشروعنا ناجح وصرنا اقوى من الاول وراح تضلوا اقوى ان شاء الله. والشيء اللي علمتيه لابنك اليوم عم تعلميه للاحفاد الموجودين وكله على هالطريق، وما رح نستسلم، ما حدا رح يطلع لبرا، بالعكس عم نجيب اللي برا لجوا.
ان شاء الله. ست رنا خلينا هيك نروح معك شوي. دائما الادب له هيك زاويه خاصه بحياتنا، وخلال الفتره الاخيره فتره الحرب خلينا نقول، كان في صور كثير فظيعه مرقت، كان في ارشيف من الصور البشعه والارهابيه، واليوم الادب راح لتوثيق هي اللحظات وراح لتوثيق عظمه الشهاده. قد ايه كان دوركم مهم بهي الفتره؟ قبل ما يكون دورنا نحن كان مهم. نحن الإسلام بحد ذاته أول من عطى قيمة للشهادة والشهيد من أول ما ظهر على الدنيا، فإجت بعدين دور الكتاب بأنه يخلدوا هي الصورة. هي الشهيد خالد، الشهادة هي فعل متوالد عبر الأجيال وعبر التاريخ، فإجا الأدب لحتى يخليها هالصور وهالمعاناة وهالبطولة. فلما الشهيد عم يروي بدمه الوطن، فهو عطى الوطن الثروات وعطاها الذهب وعطاها الخيرات وعطاها المستقبل وعطاها النجاح والانتصار بالأخير. فكانت مهمة الأدب أنه يوضح يمكن أو يوصف أو حتى يخلد كل شيء صار من شان الأجيال القادمة، من شان التاريخ، من شان يضل اسم هذا الشهيد بقلوبنا دوما، هو وفعله وحتى كل شيء مرينا فيه. فالأدب بيضل دوما رسالة وبنفس الوقت تاريخنا وتوثيق لتاريخنا بكل المراحل اللي عم نمر فيها. تمام. يعني بالختام سيدة ريما أم شهيد، بدنا من حضرتك كلمة لأم الشهيد. الصبر، قوة، فترة مرحلة كتير حلوة لسوريا، ازدهار قادم إن شاء الله. الله أعطى والله أخذ والله رح يعطي. دائما كل شيء خير، كل شيء خير صار للبلد وقضاء ربنا، يعني عمره خالص، بس احنا ما لازم نستسلم. اكيد دائما الايمان بالقضاء والقدر بيخفف من حده هذا الالم. بدنا نشكرك ونحن ممنونين لهالتربيه العظيمه من حضرتك لابنك باسل، والله يرحم روحه ويرحم روح جميع الشهداء. شكرا لك. شكرا لوجودك ست رنا، وبتمنى لكم النجاح وان شاء الله انه هيك وقفات بصباحات اخرى. شكرا كثير لكم لوجودكم معنا لليوم.